برحب بكل عم يتابعونا رجال وسيدات. انتوا اليوم عم تشوفوا فقره جدا مميزه معنا، لانه رح نخبركم كيف تقدروا تغيروا اطلالتكم بس بخمس دقائق. بتقدروا تغيروا اطلالتكم تماما شو ما كانت المشكله اللي انتوا عم تعانوا فيها بشعركم. اذا كان شعرك باهت بتقدري تغيري اطلالتك، اذا كان شعرك عم بتعاني من الجذور البيضاء وما بدك تصبغي كل شعرك، وكمان اذا مللتي من لون شعرك وحابه تجددي للون كثير جذاب، اذا عم تبحثوا رجال عن تغطيه مثاليه للشعر الابيض، كل هيدا الشيء بتقدروا تحصلوا عليه اليوم من خلال منتجنا داكسي شامبو اللي بيساعدكم لتغيروا مظهركم تماما بخمس دقائق بس. سارة أنا كثير مبسوطة لأنه هلا صار ديكسي متوفر باللون الأسود لكل السيدات والرجال. عنا البوكس بيجي فيه بداخله 10 أظرف، هيدا هو البوكس، بنشوف إن عنا هون 10 أظرف، بنقدر نحصل على تغيير كامل بالإطلالة فقط بخمس دقائق، والحلو إنه هيدي المجموعة صار كافية لاستخدام سنة كاملة. صح. واو، يعني انتوا عم تشتروا هلا لمدة سنة لحتى تحصلوا على اطلالة كثير حلوة، والحلو انه هيدا الظرف اللي نحن مقدمينه، كل ظرف ما في داعي، يعني ما في خطوات، طريقة الاستخدام جدا سهلة، لأن كل ظرف اوريدي بداخله في عنا المدعم، اوكي، وفي عنا الصبغة، الاثنين موجودين جوا بعض، يعني ما في خطوات اللي نحن معودين عليها، قديش بتحطوا انتوا الصبغة وتخلطوا وتستخدموا الفرشة وتخربوا ادواتكم وتدفعوا مصاري. وهيدي فكرة انه تفرق الشعر وتحطي تعبي جذور وترجع تغطي كل شعراتك وميلي اخذت لونه وميلي لا، هون مع ديكسي بس شامبوينج، يعني بس عم بتغسلي شعرك. عن جد ديكسي كثير حل ممتاز. والظرف الواحد نحن اليوم عم نقدم لكم 10 ظروف مثل ما شفتوا، الظرف واحد بيضاين معكم وبيعطيكم الاطلاله اللي انتم بدكم اياها لشهر كامل، سهل الاستخدام، النتائج ما بتتصدق، سهل الاستخدام، بتغطيه كامله لجذور الشعر، هون عم نشوف لجذور الشعر البيضاء عند السيده، مللتي من لون شعرك بدك شيء على السريع، شامبو يعطيك الاطلاله اللي بدك اياها، اللمعه اللي بيعطيها لشعركم، للشباب بدك تصغر بالعمر، ما بدك الشاب الابيض يبين، لكن هون اطلاله الشاب صغر 10 سنين لورا. فرقت على المضبوط، ما تنسى عن جد هيدا اللي نحن هيدا المنتج مقدمينه اليوم اللي هو البوكس اللي بيجي بداخله 10 اظرف مثل ما نحن شايفين، كافي لاستخدام سنه بالكامل خمس دقائق فقط. قديش انتم رح تدفعوا اليوم معنا؟ 35 دولار فقط، لكن اذا حبيتوا تعملوا الصبغه، خلينا نحكي ما رح تعمليها بالبيت، رح تعمليها بالصالون، من 350 مينيموم 500، وحياه الله اخر مره رح دفعت 500. مزبوط، يعني انا شعري قصير دفعت 500. 10 ظروف 132 ريال سعودي. واو. بس وكل ظرف لمدة شهر بيعطيكم هيدي النتائج، خلال سنة انتو عندكم سبلاي كامل لألكم ب 132 ريال سعودي بس. طريقة الاستخدام سهلة جدا، لما منقول سهلة ميثا يعني نحن بدنا نحكي حمامي. شباب بدنا نقول الشباب بدهم شيء يكون كثير سهل وعلى السريع. اكيد طبعا الشباب ممكن يستصعبوا فكره الصبغه بالبيت، لكن شوفوا هون السهوله، هون عم نحكي عن الدقن، نحن عم نحكي طبعا الدقن بيمثلوا الشعر وبيمثلوا الشوارب. صح. شوفوا البياض اللي موجود بالدقن قديش ممكن كمان ياثر سلبا على مظهر الرجل ويعطيك كبر بالعمر. شوف السهوله، والحلو انه من مواد طبيعيه ميثاء، ريحته مش مزعجه، المواد هيدي الطبيعيه شامبو. بتخليه امن حتى لو على منطقه الدقن ما بيحسس، سهل الاستخدام لانه في بقلبه المدعم واللون، بمجرد ما تكبسوا الظرف تعطوا تاخذوا الاطلاله اللي انتم بدكم اياها خمس دقائق، الشاب بيقدر قبل ما يروح على الشغل يغير كومبليتلي اطلالته. عجبتني الفكره، اوكي، بس ما تنسوا انه في شغله كثير مهمه، ديكسي كمان ما بيسبب اي تصبغات بالبشره، يعني اذا حطيتوه على الدقن ما بيعطي تصبغات، ما بنشوف المشك. شوفوا هون قبل وبعد. لا هلا جايكم الشيء اللي كثير 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 روعه، هيدا الشاب عم نشوف قد ايه عن جد الشعر الابيض طاغي على كل شعره، مغير اطلالته، مكبره بالعمر بكل سهوله، عندنا هون المدعم وعندنا اللون بينزله بنفس الوقت من مواد طبيعيه، سهل الاستخدام، مثل ما قلنا مش مثل الصبغه، لا بتعملوا ميكسينج ولا بتفرقوا الشعر ولا بتعبوا، بس كانكم عم تتحمموا وعم بتغسلوا شعركم، وبخمس دقائق يعني بتحطوه على الشعر، خمس دقائق عبال ما تغسلوا الشعر، هون حنشوف كيف الاطلاله بتتغير و 180 درجة. واو. بتحس الإطلالة تغيرت. شفت الصبغ اللي عم ينزل؟ ما في شيء بيبقى على الوجه أبدا. بس في شغلة تانية كمان على فكرة، بس نتحمم من أي صبغة بالبيت، الصبغة بمجرد ما تنزل على الجسم شوية بتعطيك لون للجسم. أكيد. ولا لا الفروة ولا الجذور، شوفي الجذور قديش إنه مبين لونه طبيعي، أنا يمكن باجي المكتب بكون حتى 6 كيلو فاونديشن بس أخبي الصبغة. واو، ما توقعت إن هيدا الحال صار هلا
متوفر والنتيجة قبله وبعد شيء يعني ما بيتصدق. قديش قلتيلي سعره؟ السعر ما بيتصدق كمان 132 ريال سعودي بس. 10 ظروف جايتكم وكل ظرف بيعطيكم النتيجة اللي انتو بدكم اياها لمدة شهر 5 دقايق بتقدروا تحصلوا على الإطلالة اللي انتو بدكم اياها. خلونا كمان نقارن سعر ديكسي شامبو بالأسواق لأنه هيدا العرض اللي جاي لألكم هو على سيترس تي في، عرض حصري. بالنسبة لسعر السوق هو 416 ريال سعودي لعشر ظروف، نحن عم نقدم لكم اياه ب 132 ريال سعودي لتحصلوا على اطلاله تغيروا لون شعركم، الشعر الباهت، الجذور البيضاء، للشباب لمنطقه الدقن لحتى منطقه الشعر. وبتعرفي شو حلو للشباب؟ شو؟ انه ما بيعطيه طله يي صابغ شعراتك، يي صابغ دقنك، بيعطيه لوك كثير طبيعي للشاب، وهذا الشيء اللي بيبحثوا عنه الرجال. طبعا في شغله حابه اخبرها لكل عم يتابعونا، ساره بتشوف المنتجات دائما نحن بنقدمها منتجات حصريه، عروض جدا مميزه، نحن عندنا قسم المشتريات، قسم مخصص ليجرب كل المشتريات ويجرب كل الاشياء الموجوده بالسوق ويدور لكم على احدث التقنيات الموجوده، واحلى شيء بيدور لكم اسعار وفرص وعروض مذهله. صح. وطبعا هذا المنتج كان من نتيجه البحث تبعهم، وخلينا مع بعض نتذكر ونشوف اراء كثير من الاشخاص اللي جربوا ديكسي. انا بصراحه ما بحبش الشعر الابيض قوي، بحس ان هو بيكبرني زياده عن اللزوم، فجربت منتجات كتير قوي في السوق ما حسيتش انها ادتني مفعول طبيعي. لما استخدمت داكسي لقيت انه في خلال 5 دقائق اداني مفعول طبيعي جدا 100% ناتشرال، فبنصح الناس انها تستخدمه لانه 100% ناتشرال وسعره معقول جدا. انا بالعاده ما بحب اصبغ شعري لانه الصبغه بتاخذ وقتي، بتاخذ 40 45 دقيقه ومضره للشعر، بعدين عندها جوانب سلبيه بالنسبه لتصبغ الجبين والوجه والاذنين. نصحوني بشامبو ديكسي، شامبو ديكسي استعملته بخمس دقائق وبعطي فرش لوك وهو ناتشرال طبيعي، اوكي، وسعره مناسب. عم نقدم لكم اليوم الحل المثالي لتغيروا اطلالتكم بخمس دقائق بس. 10 ظروف جاي لكم بعلبه وحده بسعر تنافسي، كل ظرف بيعطينا هيك سبلاي لمده شهر، يعني هيدي المجموعه اللي انتم عم بتشوفوها قدامكم هي عباره عن اذا بدنا نقول كافيه لسنه. صحيح. كامله. احلى شيء موجود معنا بديكسي شامبو بنلاقي كثير بالاسواق، ولكن بيتركوا صبغه هيك تدبيغ على البشره، بتكون ريحتهم كثير مزعجه، منه سهل الاستخدام، ولكن هون عم نشوف كيف هيدا المنتج، كيف بمجرد نحن هون ما نحط عنا بقلب المغلف في المدعم وفي اللون، هيدا هو اللي بيعطينا التغطيه المثاليه اللي نحن بدنا اياها وسهوله الاستخدام. قديش بتحطوا انتوا الصبغه وتخلطوا وتستخدموا الفرشه وتخربوا ادواتكم وتدفعوا مصاري؟ وهيدي فكره انه تفرق الشعر وتحط تعبي جذور وترجع تغطي كل شعراتك وميلي اخذت لونه ميلي، لا هوني مع ديكسي بس شامبوينج، يعني بس عم بتغسلي شعرك، شامبو وخمس دقائق وخلصنا. العلبه اللي نحن مقدمينها اليوم لكم علبه بتحتوي على 10 اظرف مثل ما انتم شايفين هون، بتعطيكم نتيجه فقط بخمس دقائق، كل ظرف هو للاستخدام مره واحده. طبعا ما ننسى انه النتيجه بتضينا لمده شهر كامل، سهل، عملي، امن مثل ما حكيتي، لانه ما في ابدا اي مواد كيميائيه، والنتائج اللي بتحصلوا عليها نتائج مثاليه. شوفوا هون مثلا اذا كنتوا بتعانوا من مشكله الشعر الابيض مثلا عند الجذور، حابين تغيروا اللوك كله، حابين غيروا اللون كلياته بخمس دقائق وانت بالحمام، بتقدري تحصلي على هيك غير شكل، على هيك اطلاله، على لمعه غير شكل. الرجال ممكن يستخدموه للدقن، الشوارب، وكمان للشعر، وما بيعمل اي تصبغات. شوفوا قديش المظهر هون كثير طبيعي، شوفوا قديش عن جد صغر بالعمر، انا ما اتخيل هيك. والحلو اكثر شيء عجبني للشباب انه بيطلع المظهر كثير طبيعي، ما بيترك تصبغات، يعني قبل ما يروحوا على الشغل خمس دقائق في غيروا اطلالتهم. بالنسبه للصبيه حتى اللي شعرها طويل بتقدر تستخدم ظرف او اثنين كافي لتغطيه. لا هو بيرغي، على فكره انا جربت لانه شعري اسود بيرغي كثير منيح وبيكفي، يعني انه ظرف واحد ممكن يكفي واحده شعره لهون، فانه تكوني مطمنه 100%. والحلو انه
ما له ريحة، ما في ابدا اي شيء مزعج، كثير سهل، بس تدمجي الاثنين ببعض وبيعطي نتيجة كثير حلوة والنتائج روعة. صح، النتائج اللي نحن عم نشوفها هي مش بس نتائج بس لتغطية الشعر الابيض، ولكن هي وجذور الشعر. بالاوقات في سيدة ما بدها حتى تصبغ شعرها كله، بس بدها تغطي جذور، اوقات زهقنا من لون شعرنا بدنا ناخذ اطلال كثير مميز، والضرر كمان مزبوط، وبدنا نحصل على لمعة كثير حلوة للشعر. بالنسبة للشباب بدهم شيء يصغرهم بالعمر، يعطيهم لوك كثير هيك طبيعي. هيدا هو منتجنا بهيدي الفقرة، دكسي، اللي جاي لكم بسعر سوبر سوبر تنافسي، 132 ريال سعودي بس على 10 ظروف، بتضاينكم لمدة سنة. وتذكروا شغلة واحدة، التغيير بخمس دقائق بس. اليوم في 24 ساعة صار فيكم ان انتم تخصصوا خمس دقائق فقط لدكسي اللي نحن مقدمينها لكم اليوم. رجال وسيدات اتصلوا فينا على الارقام اللي رح نشوفها مع بعض هلا.